هل الدعاء في يوم الجمعة عند تحري ساعة الاستجابة يكون بصلاة أم بدعاء فقط؟ إذا كان بعد صلاة العصر فإنه لا يكون بصلاة، لأنه قد ينهي عن الصلاة بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ولكن يدعو. وأرجح الأقوال كما ذهب إليه الإمام أحمد أن هذه الساعة آخر ساعة من يوم الجمعة، ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي أن المراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة. قال تعالى: وصلي عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فيدعو لهم. المراد بالصلاة هنا الدعاء. جزاكم الله خيرا. وهو قائم يصلي، هل المقصود القيام في حد ذاته أو لو كان حتى جالسا؟ ولو كان جالسا، وإن كان وإن دعا للقيام فلا بأس، فهذا أحسن. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبعض العلماء يرى أن هذا الشيء يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، هذا بالنسبة لساعة الاستجابة. لا تجلس، بعض العلماء يرى أن هذا الشيء يجلس الإمام على المنبر حتى تغرق صلاة الجمعة، ولكن الراجح أن هذا بعد العصر آخر اليوم. ولا مانع والله أعلم أن يكون كل من الوقتين ساعة إجابة. جزاكم الله خيرا.